أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح أن وزارة الخارجية بشكل خاص والمؤسسات والجهات الحكومية الكويتية كافة بذلت جهودا مضنية بغية تحصين الجبهة الداخلية والحفاظ على سمعة الكويت الخارجية من أي شائبة تتعلق بالإرهاب. وقال الصبيح في تصريح صحفي على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب أن الكويت كانت ولا تزال عنصرا فاعلا في التعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب.